طلعت عنوانك الشارع بتاعك هو العنوان بتاعك، فاكيد الحالة دي هتنتقل بس مع الاستمرارية وليس احنا مرة شيء خلص هو ولا فننزل كل المحافظات عشان كده السادة القرية وزارة الشباب والرياضة كل المحافظات عندهم تشريفات رسمية هم مع شباب ومراكز الشباب ان احنا ننزل نقضي الشوارع واحنا كلنا موجودين مرة ان هذا اسلوب حياة واحنا متأكدين ده هيبقى موجود وبالتالي هينتقل للمواطن العادي برضه ان هو يقدر يعمل يعني ان شاء الله. هو زي ما شرحت في رؤية وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر الشباب طبعا مؤسسة الرئيس مراكز الشباب كانت بتحولها لان ده عصب المجتمع المصري للشباب فبتحولها لمركز خدمة المجتمع مركز تنمية المجتمع يعني مركز الشباب بيخرج منه ثقافة ودين وآداب ورياضة فبالتالي اتفضل سيدي الحضرة اتفضل كل المنظومة تحويلها زي ما النهارده تشوف احنا الشباب والجزء الاقتصادي دي خدمه مجتمعيه لاحد الشركات اللي حاولت الشباب تروح تزور فبالتالي احنا بنطور مش شرط الدوله تدفع كل حاجه يعني نوفر للشباب الخدمه لكن مش كله دفع مالي فالمجتمع بيشاركنا واحنا بنطور يعني.